وفي حديث للملك سلمان حفظه الله يقول إن مؤسس الدرعية مانع بن ربيع المريدي كان يسكن في درعية القطيف. أرحب بكم، أنا علي الغانم في استكان من قناة ريكوردينج، وحلقة اليوم قصة التأسيس. يوم التأسيس هو مناسبة رسمية يحتفل بها المواطنين السعوديين في يوم 22 فبراير، وهو يوم تاريخي تفيأت فئات المجتمع المختلفة لتعيش الوحدة والوئام على ثرى هذه الأرض المباركة، والذي يعود لعام 1727 ميلادي، وهو اليوم الذي تأسست فيه الدولة السعودية الأولى. الدولة السعودية الأولى استمرت تقريبا 90 سنة، وبعدها تمكن الإمام تركي بن عبد الله بن محمد بن سعود عام 1824 من توحيد الدولة وتأسيس الدولة السعودية الثانية، واستمرت لسنة 1891. وبعد انتهائها بعشر سنوات أسس ووحد الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود المملكة العربية السعودية، وسار على نهج أبنائه الملوك لبناء هذه الدولة. الاحتفال بهذا اليوم يرمز للعمق التاريخي والحضاري والثقافي للمملكة العربية السعودية، فيوم التأسيس هو اللبنة الأولى لمسيرة بناء ووحدة وازدهار وطن. وفي حديث للملك سلمان حفظه الله يقول إن مؤسس الدرعية مانع بن ربيع المريدي كان يسكن في درعية القطيف، ولبى دعوة ابن عمه ابن درع في عام 850 هجرية في رحلة عبر خلالها صحراء الدهناء القاحلة، راغبا في تأسيس دولة تحقق الأمن والاستقرار، وهو ما زرعه في ذريته من بعده، فأسس مانع المريدي مدينة الدرعية، وتكونت من غصيبة والمليبيد، وجاء اسم الدرعية لأن مانع من الدروع، فكان الاسم الدرعية. وهي كانت عاصمة الدولة السعودية الأولى على يد الإمام محمد بن سعود، ومنها انطلق لتوحيد بقية المناطق بهدف الاستقرار. الدرعية تقع في إقليم اليمامة، ويضم إقليم اليمامة العديد من المناطق: العارض، الوشم، سدير، الأفلاج. كما كانت الأودية تخترق هذه المناطق كوادي الدواسر، وتمتاز بأنها منطقة غنية بمياه العيون، ومن أشهرها عين خضراء. والدرعية تقع مباشرة على وادي حنيفة، فاختيار المنطقة لم يكن عشوائيا، لأنها منطقة مهمة وسط الجزيرة لقوافل الحجاج القادمين من الشرق، لازم يوقفوا في هالمنطقة للراحة والتزود بالماء والغذاء، وكذلك محطة مهمة للتجار لكثرة القبائل حولها. ومن خلال هذا الموقع بإمكانك أن تتجه جنوبا إلى نجران، أو شمالا إلى دومة الجندل، أو الشمال الشرقي للعراق، أو غربا للحجاز. خلال العصر الأموي العباسي وانتقال العاصمة من المدينة المنورة إلى خارج الجزيرة العربية، أهمل إقليم اليمامة. وفي نفس الفترة تأسست دولة الخضيرية في اليمامة في منتصف القرن الثالث الهجري، وكانت سياسة الدولة الخضيرية قاسية، أدت إلى هجرة بعض سكان المنطقة، فأضعف المنطقة أكثر وأكثر. الإمام محمد بن سعود تربى في بيت عز وإمارة، وتعلم السياسة وطرق التعامل مع العشائر المتنقلة، وهذا كان له أثر كبير في استتاب الوضع الأمني في إمارته. ولكن كان عنده نظرة ثاقبة، فكان يسعى لتغيير النمط السائد، فأسس مسار جديد للمنطقة يتمثل في الوحدة والتعليم والثقافة والتواصل بين الأفراد وحفظ الأمن. ونتيجة علاقاته القوية مع القبائل اللي حول المنطقة، اتفق معاهم على ضبط الأمن وتأمين طرق الحج وتقديم الخدمة اللازمة. ومن أبرز الإنجازات في تأسيس الدولة السعودية الأولى دعوة البلدات المجاورة للانضمام إلى الدولة، تنظيم موارد الدولة، بناء سور الدرعية للتصدي للهجمات، الاهتمام بالأمور الداخلية وتقوية المجتمع، التصدي للحملات التي كانت ضد الدولة، الحرص على الاستقرار الإقليمي، وتأمين طريق الحج والتجارة. يوم التأسيس يدل على العمق التاريخي والتنوع الثقافي للدولة، فمثلاً عندنا تنوع كبير في الفنون. أهل نجد وسط السعودية عندهم فن العرضة أو العرضة السعودية، فمن الأبيات المشهورة في العرضة: مني عليكم يا هلا العوجة سلام، واخت الصبو تركي عمى عين الحريب، والعوجة هي الدرعية نظراً لطبيعتها المتعرجة. فالعرضة هو نداء وبث حماس وفخر وروح الانتماء للوطن. في عام 1765 ميلادي، في هجوم عريعر بن الدجين على الدرعية، أمر الإمام عبد العزيز بن محمد بن سعود ولي العهد آنذاك وقتها إقامة العرضة خارج السور، فأعطى حماس وشجاعة أكثر في نفوس المقاتلين. فالعرضة في الأصل هي رقصة حربية تثير عزائم المقاتلين، وتعطي صورة من التلاحم ما بين القائد وشعبه، ويؤديها الفرسان أمامه تعبيراً عن حبهم وانتمائهم واعتزازهم وإخلاصهم لقائدهم. تبدأ العرضة بنداء أحد مؤدي العرضة ويسمى المحورب، بصوت مرتفع وجهور ليصل مدى صوته للجميع،
مسترسلا ببيت أو بيتين ولا يزيد عن ثلاثة بشعر حماسي لبدء العرضة. فن أهل الشمال الربابة، وهي آلة وتر واحد مصنوعة من جلد الغزال أو ذيب مصبوغ ملفوفة على مربع خشبي، ويعبر عنها بموسيقى الصحراء الساحرة. فتسمع صوت الربابة كخلفية موسيقية للشعراء تعبيرا عن الفرح أو في المناسبات الخاصة. وتعد الخطوة من أشهر الفنون في المنطقة الجنوبية، وهي رقصة حرب قديمة، ويتميز شعرها بغزارته وتنوع ألحانه وهدوء إيقاعاته بطريقة يسهل معها أداء الرقصة. واتخذ مسمى الرقصة من خطوة القدم على الأرض، لأن الراقص يستخدم خطواته لأدائها بطريقة إيقاعية. وأيضاً عندهم فنون في أهل الجنوب، فن القلطة والقزوعي والزامل والربخة وغيره. الفن في الغربية، كانت آلاتهم الموسيقية ورقصاتهم تختلف. فعندهم مثلاً الطنبور، وهي آلة وترية، وآلة ثانية اسمها السمسمية، وهي آلة من 5 أوتار وطوروها وصارت 20 وتر. أيضاً عندهم فن المزمار، وهي آلة نف خشبية وتعتبر من الآلات القديمة اللي صنعها الإنسان. أما فن أهل الشرقية فهي الفنون الساحلية زي النهام. فمثلاً يستخدم نهمة اليامال، وهي تعبير جماعي يدل على الشوق والفراق والألم. وعندهم فن ثاني اسمه الخطفة، هي لما يجوا يرفعوا شراع السفينة، وهو فن مقتصر على البحر والبحارة، ولا يستخدم هذا الفن أي آلة موسيقية، إنما كلها قدرات صوتية تبث الحماس في نفوس الصيادين. وأيضاً من فنون الشرقية الفجري والليوة، والليوة هو فن أصول أفريقية وصل للشرقية من خلال التبادل التجاري، ويستخدم آلة الصرناي وهي شبيهة بالمزمار. ولأهل الصحراء فنهم الخاص، وهو فن يسمى الهجيني، يعبر الناس عن حبهم ومواقف مروا بها أو حالهم بالغناء على ظهر الإبل. مو بس على ظهر الإبل، يتغنى بهذا اللحن الشعراء والمغنيين في جلسات أنسهم والرعاة في البر علشان لا يستوحشوا. ترتبط الرواية، رواية القصة يعني أو الحكواتي، بتاريخ وثقافة الجزيرة العربية. وهذا الأسلوب حافظ الكثير من القصص والأحداث اللي ما تدونت، وإنما توارثت عن طريق الرواية والحكاية. وكانت تعتبر وسيلة ترفيهية ومسلية، لأن الراوي بمهاراته وقدرته الكلامية وعباراته الجمالية وأسلوبه يخلي الجميع ينشد إليه، فيكونوا مستمعين ومحلقين بخيالاتهم، لأن الراوي عادة يتمتع بقدرات صوتية تؤثر على المستمع، وكان يعتبر أهم وسيلة إعلامية. وزي ما الفنون كانت مختلفة ومنوعة في مناطق المملكة، حتى الأسلوب المعماري في البناء. فالبناء في السابق يعرف بالأستاذ بالدال اشتقاقا من أستاذ، في أستاذ بناء وفي أستاذ نقوش وأستاذ جص. ففي المنطقة الوسطى يعتمد البناء على الطين والحجارة والأخشاب والإثل وجذوع النخل، ويكون للبيت نوافذ مفتوحة جهة الشمال علشان الهواء البارد، وجهة الشرق علشان نور الشمس وريح الصبا، وتتشابه وياهم المناطق الشمالية في طريقة البناء والتصميم. أما التنسيق المعماري في الغربية كان يعتمد البناء فيها على الحجارة، وكانت البيوت تتكون من 3 طوابق وفيها رواشن مزخرفة ومنحوتة. المنطقة الجنوبية تميزت بالتنوع العمراني، ففي بيوت رصت فيها الحجارة واتخذت منها طريقة بناء معتمدة، ومباني أخرى طينية بنيت من الطين والتبن. التبن عبارة عن خليط من بقايا بعض المحاصيل الزراعية مثل الشعير مخلوط بالطين والماء. وتزينت جدران القصور والمباني التراثية من الداخل باستخدام فن القط العسيري، بينما في المنطقة الشرقية استخدم أساتذة البناء الصخور البحرية بحكم قربهم من الساحل، بينما المناطق البعيدة عن البحر استخدموا الحجر الجيري واستخدموا جذوع النخيل لوفرتها العالية، وكذلك الجص في تكسية الجدران لأنها تمتص الرطوبة، ومزينة بالزخارف والفتحات لانسياب الهواء. كانت المرأة حاضرة في التأسيس بشجاعتها وكرمها ودورها الثقافي والتعليمي والاقتصادي. فيذكر التاريخ على سبيل المثال غالية بنت عبد الرحمن من قبيلة البقوم. سخرت غالية ثروتها وأملاكها لخدمة المدافعين عن الوطن والتصدي للحملات الدولة العثمانية المعتدية، كما عرفت أيضا بالكرم، فبيتها كان مقصد للمحتاجين والفقراء. وبهذه المناسبة نستذكر كلمة الملك عبد العزيز طيب الله ثراه في التأسيس: لقد ملكت هذه البلاد التي هي تحت سلطتي بالله ثم بالشيمة العربية، وكل فرد من شعبي هو جندي وشرطي، وأنا أسير وإياهم كفرد واحد، لا أفضل نفسي عليهم ولا أتبع في حكمهم غير ما هو صالح لهم حسب ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله نعتز بذكرى تأسيس هذه الدولة المباركة في العام 1727 ميلادي، ومنذ ذلك التاريخ وحتى اليوم أرست ركائز السلم والاستقرار وتحقيق العدل
وإن احتفائنا بهذه الذكرى هو احتفاء بتاريخ دولة وتلاحم شعب والصمود أمام كل التحديات والتطلع للمستقبل، والحمد لله على كل النعم. صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد حفظه الله لدينا عمق تاريخي مهم جدا موغل بالقدم، ويتلاقى مع الكثير من الحضارات. الكثير يربط تاريخ الجزيرة العربية بتاريخ قصير جدا، والعكس أننا أمة موغلة في القدم. ختاما، نفخر في وطننا بتمايزنا وتنوعنا وعمقنا الثقافي والحضاري، واجتماعنا تحت راية واحدة، راية وطن، نتفيأ بظلالها وننعم بخيراتها. هذا التماهي والتمازج والوحدة خلانا نشوف اللي من الشرقية في الرياض، ولا من جدة في الشرقية، ولا من الشمال في الجنوب، لنشكل نسيج وطني متماسك. بهذا أكون قدمت ملخص عن قصة التأسيس. آمل أن ألقاكم بخير في استكان مع كتاب آخر أو قصة أخرى، على أن نكون نحن ومن نحب في راحة واستكان. Thank you.